يعني احنا جينا في رحله صعبه قوي بصراحه، يعني حوالي يعني 9 سفر من القاهره لاجوس، وبعدين طيران تخفيف، وبعدين ناخد باص 3 ساعات. كابتن ايهاب كان عامل حسابه للموضوع ده، وما كانش مصاحب معاه غير حوالي 17 لاعب منهم 3 حراس مرمى، يعني حوالي 14 لاعب، وسايب الباقي كله الفرسان بيتمرن، عشان عندنا ماتش طنطا كمان يمكن 48 ساعه. يعني فالحمد لله النهارده احنا كان التاهل محسوم، بس كنا عايزين نقدم مباراه كويسه ونزود عدد نقاطنا، ناخد ندي ثقه وشويه لعبتنا، لان النتائج ما كانتش يعني مرضيه في الفتره الاخيره، كنا عايزين نصلح جماهيرنا. يعني الحمد لله قدرنا نلعب مباراه كويسه، وادينا فرصه لبدلاء كتير ما بيلعبوش، قدرنا نستفيد كويس من الماتش ده ان شاء الله للفتره اللي جايه. انا بعتبرها ان شاء الله مرحله وخلصت، وهنبص اللي جاي، لان احنا فعلا ان شاء الله هدفنا ان شاء الله تحقيق الكونفدراليه باذن ربنا سبحانه. طيب المرحله اللي جايه هي القرعه، علشان يبقى ما عارفين المنافس اللي جاي بالنسبه للمصري. في 3 اسماء مرشحه، طبعا بعيدا عن بيراميدز لانه كان في نفس المجموعه، في نهضه بركان، في حوريه كوناكري، في حسنيه اجادير. في منافس معين تتمناه او تفضله استاذ حسن؟ والله يعني اللي بيدور على البطوله ما بيدورش على الفريق مين اللي هيلعبه صراحه. احنا لعبنا قبل كده نهضه بركان، واظن حسيت اغاني مش هتفرق كتير، فيعني ما اظنش ان احنا هتفرق معانا. ان شاء الله احنا نستنى قرعه يوم الاربعاء، وباذن الله حسب النادي مين هنستعد وهنتفرج عليه وهنشوفه، وربنا يسهل ان شاء الله باذن الله. احنا واثقين جدا في لعبتنا وفي جهازنا الفني وفي قائد لعب كلام ان هم يقدروا يحققوا حاجه ثاني ان شاء الله باذن ربنا، تفرح جماهير النادي المصري وتفرح جماهير بورسعيد كلها ان شاء الله باذن الله. بشكرك.